بعد هجوم مجد الشمس من جديد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، فهل تتسع المواجهات بين الجانبين وتتحول إلى حرب شاملة؟ كيف تنعكس التطورات بين إسرائيل وحزب الله على أمن الشرق الأوسط؟ في حين ترتفع النداءات الدولية والإقليمية لتخفيف التوترات على الحدود اللبنانية بين إسرائيل وحزب الله، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وانعكاسات ذلك على الجبهة اللبنانية، جاء هجوم مجد الشمس ليفاقم من هذه التوترات ويفتح المجال أمام تساؤلات عدة بشأن مدى تأثير التصعيد بين إسرائيل وحزب الله على منطقة الشرق الأوسط. سيناريوهات عدة تحيط بالمشهد في الوقت الراهن في ظل وجود احتمالات تصعيد إسرائيل لهجماتها في الجنوب اللبناني بغرض رفع حدة التصعيد العسكري في قطاع غزة، في حين يوجد حزب الله على الجانب الآخر في حالة ترقب لطريقة التعامل مع هذا التصعيد. تساؤلات عدة أيضاً ترتبط باحتمالات أن تتخطى عمليات التصعيد الإسرائيلية الجنوب اللبناني في ظل ترقب دولي وإقليمي للدور الأمريكي المنتظر لخفض حدة التوتر وتهدئة الصراع المتأجج في المنطقة. فكيف تنعكس التطورات الحالية بين حزب الله وإسرائيل على أمن المنطقة؟